ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أفادت مصادر مطلعة أن الخارجية الجزائرية قامت باستدعاء السفير المغربي بالجزائر الحسن عبد الخالق للحضور إلى مقرها خلال الساعات الماضية. وفقاً لذات المصادر، فإن المسؤول المغربي تجاهل الاستدعاء الموجه إليه ورفض الذهاب إلى مقر وزارة الخارجية الجزائرية، وذلك بعد تشاوره مع ناصر بوريطة. وأكدت المصادر على أن سبب عدم استجابة السفير المغربي راجع بالأساس لكون الاستدعاء جاء مخالفا للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، والتي تنص على كون استدعاء السفراء يتم قبل الإعلان عن قرارات تصعيدية، وهو ما لم تلتزم به الخارجية الجزائرية والتي قطعت علاقاتها بالمملكة المغربية أولا. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.